السلام عليكم مشاهدينا الكرام، اهلا بكم في هذه الحلقه الجديده من برنامجكم المشهد السياسي. في الاسبوع الماضي احداث عديده، من ضمنها يعني حفظ قرار النائب العام بحفظ بلاغ الكويت، ايضا المحكمه الدستوريه حكمت بعدم او الغاء بعض قانون التجمعات وبالتالي حكمت بصحه هذه المواد. في الاسبوع المقبل وايضا الجلسه في عديد من القوانين، قانون التجنيد وايضا قانون الصوت الواحد للانديه اذا ما اقر في الجلسه المقبله وغيرها. ايضا اليوم كان في هناك اجتماع لكتله الاغلبيه المطلعه لمجلس فبراير 2012، وغير معروف اذا كان يعني هذا الاجتماع لا زال قائم الى الان، وغير معروف ما هي نتائج هذا الاجتماع، ستعلن علن ولا لا. ومحاور كثير راح تكون على جزئين هذه الحلقه، الجزء الثاني راح يكون ايضا في الشان الاقليمي والدولي مع الدكتور شفيق الغبره. في البدايه ارحب بضيف الجزء الاول من هذه الحلقه النائب السابق عبد اللطيف العميري، حياك الله ابو عبد الوهاب. وبالتاكيد يعني راح اسالك اول سؤال، انت اتيتنا من اجتماع الاغلبيه، فماذا دار في هذا الاجتماع وماذا نوقش، وهل توصلتم الى شيء او اتفاق معين؟ بسم الله، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. طبعا هو اجتماع لا زال يعني منعقد، انا استاذنت، لكن لعل الخطوط الرئيسيه ان عموما كتله اغلبيه مجلس فبراير 2012 هي كتلة كونها الشعب الكويتي، كل الموجودين هم منتخبين، يعني ما هي تيار سياسي أو حزب يكون عن طريق أشخاص أو أفكار معينة. نعم. لا زالت متمسكة بكل مبادئها اللي أعلنتها وبكل بياناتها اللي أعلنتها، ما في أي تغيير، مثل ما البعض قاعد يشكك أن في ناس تغيروا وفي ناس قلبوا وفي ناس كذا، أو هي الكتلة تفتتت أو كذا. كل هذا كلام طبعا يعني راح يرد عليه اعتقد ببيان او بمؤتمر صحفي راح نبين فيه طبعا توجهات الاغلبيه وثباتها ويعني استمرارها في مبادئها اللي اعلنتها من 3 سنوات، وما زالت وما في اي تراجع عن اي شيء قلناه في السابق يعني. لكن هل تم تجاوز يعني بعض الخلافات اللي كانت موجوده في هذا الاجتماع، خاصه يعني تراشق والتصريحات بين كل شيء؟ والله شوف، هو عموما يعني هذه قضايا هامشيه، طبعا التراشق ما في بين أطرافنا الأخوة يعني في كل احترام تقدير، لكن قد يكون في بعض الأشخاص محسوبين يأخذهم الحماس والاندفاع يعني ينسون الفاعل الكبير ومن يعني خلينا نقول سجن ومن انتقى في القضايا ومن تطاول على المال العام ومن ضيع المؤسسة البرلمانية وغيره، ويروحون حق أفعال صغيرة حق أشخاص ما عندهم مسؤولية. فأعتقد يفترض احنا نوجه اليوم نقدنا واهتمامنا واسهمنا وايدينا واصواتنا العاليه الى من بيدهم القرار واللي قاعدين الحين يضيعون البلد في كل المجالات، اللي هي الحكومه والمتنفذين والحكومه الخفيه، هذول اللي احرى علينا ان كل يتعاون بفضحهم وكشفهم، لان مقدرات البلد بيدهم. ويعني يمكن خلال يمكن الحلقه راح نبين شلون قاعدين يتجاوزون على المال العام وعلى المناصب وعلى المشاريع الكبرى، وقاعد يعطلون التنميه، وشون قاعد يطاردون الشباب، وشون قاعد ينتقون في القوانين، ناس تطبق عليهم قوانين ناس كان تطبق. في كل هذه الامور لازم توجه حق هؤلاء، مو اي انسان سياسي. نعم. يقول وجهه نظره. اتكلم لك يعني في احد الاعضاء، اعتقد اعضاء حج، صرح قبل يومين في تويتر او كتب تغريده بان الاغلبيه كتله الغالبيه الى الان لم تصدر اي بيان، وعلى الرغم من ان صدر حكم على النائب السابق مسلم البراك وحاليا في السجن، ولكن ما تم يعني ان تاييده والوقوف معه بهذا الشيء بشكل صريح. لا يعني كلام مردود عليه، اعتقد اول ما طلع الحكم العم احمد سعدون على طول تواجد عند هو شخص، ولكن مو مثل الاغلبيه، تكلم باسم الاغلبيه ودعا باسم الاغلبيه الى وقفه تضامنيه بنفس اليوم، واغلبنا كان موجود، وعقبها بيوم ثاني ايضا كان هناك وقفه مثل مهرجان خطابي، وتكلم النائب وليد الطبائي والقى يعني كلمه بالنيابه عن الغالبيه. واعتقد ما في مجال مزايده علينا في وقفتنا مع اخونا وزميلنا مسلم البراك. شو اللي خلى هذا الشخص ينتقد اخوان الشباب؟ انا مثل ما قلت لك اخوي علي، ما ابي انزل الى فلان قال وفلان قال، يعني احنا المفروض نرتقي في الخطاب والاهتمام. نعم. عن اقوال الاشخاص، لان اعتقد الخصوم والمتنفذين اشرس واكبر
ويعني ضرونا اكثر من بعض الشباب المتحمس اللي يقول قد بعض الكلام معلومات ناقصه او يعني اتيله مثلا كلمه من هنا وكلمه من هناك، ما راح نركز عليهم. اعتقد خل نركز على هالمتنفذين اللي سيطروا على البلد وقاعدين يضيعونها. لكن في في شوي في بعض الامور اللي صارت يعني بينت انه هناك حال تغير وتعدي. يعني لما كان في السابق يتم مثلا يعني سجن اي نائب من نواب الاغلبيه السابقه مع حدث مع مثلا نواب ثلاثة الصواغ وداهم الطاحوس، اليوم حدث مع مسلم البراك سابقا وحاليا، كان مبين ان في هناك تفاعل مع هذه القضيه بشكل اكبر، ناس كانت تنزل بقوه اكبر. هل تعتقد اليوم مثل ما يقول البعض بان خلاص شيء اسمه حراك انتهى الى غير رجعه؟ لا، ما في شيء اسمه يعني انتهى، التفاعل موجود بس مو نفس السابق. يعني مو نفس السابق. ايضا انت لا تنسى الحكومه شنو سوت في الناس، يعني قام ملاحقات، سجن، سحب جناسي، مضايقات في الأرزاق، مضايقات حتى في المستقبل. يعني يكون شخص مؤهل وعنده شهادة وعنده أداء ويرشح لمنصب بس يعرف عنه أن له اتصال في المعارضة أو له تغريدة، يقومون يعني يحجبون عنه هذا الشيء. كل هذا الإرهاب اللي قاعد تسويه الحكومة خلت الناس يعني يظلون هذول البشر، ما هم يعني ناس يعني ما عندهم مشاعر ولا عندهم انتماءات وغيره. فبالتالي هذه قللت، انا ما اقول لك ما منعت، بدليل انه قبل اسبوعين شفنا الوف احتشدت في ساحه الاراده. قال ماكو شيء 500 نفر. لا لا مو صحيح طبعا، حتى لما عفوا لما كان الاجتماع اللي صار وعلى ضوءه تمت استقاله ناصر محمد ال 70 وفي ناس قالوا 100,000 قالوا 2000 3000. في بعض الناس لو تطلع الكويت كلها بيقول لك 2000، ما احنا ما راح نجادل، لكن اللي كان موجود كان في حشود كبيره موجوده وما هي راضيه عن الوضع. فبالتالي احنا مو قضيتنا الحين العدد، انا ما اعتقد يعني خلي يسوون استبيان، ينتدبوا لهم اي مؤسسه عالميه او محليه وخلي تجيس تقص يعني او ترى او تحس شنو مقياس الرضا الشعبي على اداء الحكومه او المجلس او الاداء العام. في سخط كبير جدا، مو معناته ان الناس اذا ما طلعت ساحه الاراده ان اللي قاعدين راضين او قابلين بالوضع هذا. نقمه السخط قويه جدا اخي علي يعني، في كلام وعدم الرضا كبير يعني. في كلام اليوم يعني وانت واحد من الاغلبيه يعني وايضا من الفاعل في الحراك، كلام اليوم ان هناك يعني في بعض الامور تجري من تحت الطاوله، وان في السابق كان يتم الاعتماد على الحركه الدستوريه ولان كونها كان اكثر اكبر تنظيما واكثر عددا كان بامكانها تنزل الناس الى الشارع. يقول لك اليوم ان الحركه الدستوريه موجوده ولكن ليست كما هي كانت في السابق، ما تدعم الحراك كما كانت عليه في السابق، وبالتالي تم التراجع نوعا ما. هل فعلا تحسون ان في تراجع؟ ما في. شوف انا اعطيك مثال، الفعاليات الثنتين اللي صاروا في الاراده اي ممكن يحضرون رموز يعني حضروا ودعوا وحثوا ودعوات مستمره يعني وبنشاط ملحوظ يدعوا الغير لكن هم ما يشاركون. لا لا مشاركين جميعا، اللي كان موجود مشاركين وتكلموا والفيديوهات كلها مسجله وموجوده ومنتشره. شوف مثل ما قلت لك اخوي علي، الحين انا اعتقد التركيز على الحراك هو الحراك هو جزء من المعارضه وليست كل معارضه. انا اعتقد ان السواد الاعظم من الشعب الكويتي معارض، مو انه معارضه ينتمي للغالبيه او احد الاحزاب المعارضه، لكن ما هو قابل بالوضع السيء اللي احنا فيه. فاعتقد هذا الوضع هو اللي لازم نركز عليه. طيب ليش الناس ما هي راضه عن هذا الوضع؟ شنو الاشياء اللي خلت الناس ساخطه على هذا الشيء؟ هذا اللي لازم نركز عليه. الناس خايفه على مستقبلها، ناس خايفه على اموالها، خايفه على مستقبل اولادها، في ناس خايفه على حرياتها، في ناس خايفه على انتمائها، في ناس خايفه على الوضع على بقاء بلدها من الاخطار الخارجيه. هذا الشيء اللي لازم نركز فيه، ولا عندنا حكومه او مجلس زين نعتمد عليهم ونتكي عليهم على اساس مستقبل بلدنا والامور اللي قلت لك اياها. انت قاعد تتكلم على المجلس وقلت قبل شوي انا بيك على المجلس وتكلمت وقلت ان مجلس الامه وتكلمت على الحكومه انها ما تقوم دورها، ولكن مجلس الامه في خاصه في الجلسه اعتقد الماضيه لما صار ان جاء ديوان المحاسبه وديوان المحاسبه يا واستمع المجلس الى ردود الوزراء على تقارير ديوان المحاسبه، هي كانت اشبه بجلسه استجواب لكل وزير على حدها في التقارير اللي وارده عليه، ما تشوف ان هذه فعلا المجلس قاعد يفعل دوره في قضيه المحاسبه؟ يعني اعتقد الصور اللي يمكن انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي للنواب هم نايمين ابلغ رد على ان هاي جلسه محاسبه. هذه جلسه استعراض، يجيك وزير ويطرح، بس هي بدل لا تصير مثلا 4 ساعات خلوها 8 ساعات
والله جلسة المحاسبة أنك تضع الوزير على المنصة وتحاسبه وتطرح فيه الثقة إذا ما أدين وثبت عليه المخالفة. هذه المحاسبة، مو أسوي الاستعراض كل وزير يجيب له 20 واحد يتكلمون 10 ساعات ما 12 ساعة وأقول جلسة محاسبة. جلسة ديوان محاسبة، ديوان محاسبة موجود تقدر تستدعيه بأي وقت. المحاسبة الحقيقية في أنك تفعل أداة الاستجواب اللي وأدها هذا المجلس. بس المحاسبة الحقيقية أن يكون عندك أمر يملكون غرامهم. أمر غير مسبوق اللي صار، الناس صارت تستمع إلى تقارير ديوان المحاسبة والوزراء يفندونه، وبالتالي النائب يقتنع بالرد أو ما يقتنع. أخي تقارير ديوان المحاسبة هذه موجودة من زمان، كانت تطرح وكانت تناقش الميزانيات، ومن ضمنها تقارير ديوان المحاسبة في السابق الميزانية تقعد يمكن شهرين أو ثلاثة أشهر تناقش بجلسات طويلة جدا. الحين قامت تنسلق بجلسة واحدة أو جلستين الميزانيات، وكان في كل جلسة ميزانية يكون موجود تقرير ديوان المحاسبة على هذه المؤسسة أو الجهة سواء كانت مستقلة أو ملحقة، وبعدين تناقش ميزانية الدولة. لا يضللون ويعتقدون أنهم توهم داشين المجلس إحنا ما نعرف، لا، كنا أعضاء سابقين وناقشنا من قبل الميزانيات، وكنت أنا مغرر في لجنة الميزانيات. تقرير هذه المحاسبة هذه موجودة أصلا، ديوان المحاسبة وستاف ديوان المحاسبة عضو دائم في لجنة الميزانيات، وتقاريرهم موجودة على طول في المجلس. عاد كونك أنت ما يعني تقراها او ما يعني اظهرتها في القاعه هذا شيء اعتقد تكميلي. لا يعتقدون بالمحاسبه انه يقوم لي وزير ويقرا لي ورقه او تقرير، هذا لا، المحاسبه انك تجيب الوزير وتحاسبه. تقدر؟ ما يقدرون طبعا. ليش ما يقدرون؟ ما يقدرون لان هذول النواب اغلبهم مثل ما قال وزير الكهرباء، قال هذول النواب قاعد يقبضون على اساس يطيحوني، وبالتالي قبل لا اسمع ما قال قال ثمن لما وقوفي للفساد سؤل لما قالوا له ان في ردك على ما يقال ان في مبالغ تدفع، قال هذا ثمن مكافحه طيب يعني الفساد، ايد ما قال ضريبه مكافحه الفساد وفسره بان ثمن ضريبه هذا، بس مو شرط انه كلام الفساد دليل استقال يعني من اخي كان دليلنا استقال، دليل استقال هذا دليل فساد الحكومه اللي قاعد تطاوع الفاسدين. احنا لما نقول قبيضه مو أنا اللي قلت، في تقريبا على الأقل 9 موجودين من اللي كانوا في قضية الإيداعات، واللي البنك المركزي رفع أساميهم بتضخم إيداعاتهم للنيابة، والنيابة أصدرت قرار حفظه مع إثبات الإيداعات وإثبات الأموال، ولكن لما قالت أن القانون قاصر عشان يجرم مثل هذا الفعل. لما يطلع نائب في على الهواء المباشرة ويقول نعم أنا آخذ وغيري آخذ من رئيس الوزراء أموال، ولما يقوم عضو مثل رياض العساني، خلينا نكمل شوف المفارقة، لا لا صارت شوف المفارقة، لما يقوم عضو يستجوب رئيس الوزراء على مثل هذا الفعل على أساس يبري ساحة الأعضاء، أن أنت لما قلت الأعضاء إحنا كلنا ناخذ من رئيس الوزراء كأنك اتهمت الجميع، فأنا الحين بستجوبك على أساس أبري ساحتنا، يقومون الأعضاء يوقفون ضد العضو مع رئيس الوزراء. شوف الحريصين على سمعتهم ما شاء الله، لو كنتوا حريصين كانوا وقفتوا مع رياض. لا هو لانه خلط يعني بالاستجواب امور غير داخله في لا لا ما خلط، انا اتكلم على هالبند هذا. ايه وكان حطهم كلهم مقدم بس لازم يوقفون، هذه قضيه مو سهله انك ان نواب رئيس وزراء يصرف عليهم ويقبضهم فلوس، ومن قبل كانوا في نواب محلل نيابه وثابت عليهم قبضهم للملايين. ما يصير احنا مجلس امه بيده تشريعات والرقابه ومصير البلد، يصير مجموعة كبيرة من النواب قبيضة في شيء باعترافهم وشيء في أوراق وأدلة في لجنة الإيداعات. بالتالي أنت لما تقول لي يحاسبون يا جماعة، إحنا الشعب الكويتي شعب ذكي، شعب واعي، شعب حي، ما يضحك عليه مثل هذه التمثيليات إنه والله شعب محاسبة. إذا فيكم واحد يقول هذا المجلس يحاسب، حطوا لنا وزير وحاسبوه وطرحوا فيه الثقة، إذا تقدرون توصلون 10 وتحداهم. يعني واحد من الاعضاء يقول لك لوح بالاستجواب يا الاتصال، قال هونت، ما يقدرون خلاص. هذا المجلس وجد، من هو نظام الصوت الواحد وجد، وهذا المجلس وجد حتى يوصلون لهذه المرحله، مرحله لا رقابه وتشريع باذن الحكومه، هذا هو المجلس. والشعب الكويتي كله واعي. تتكلم هل لو الوزير الابراهيم صعد على الاستجواب وكان عنده قدره انه ضامن انه في مجلس يوقف معه، لو ضامن ان المجلس يوقف معه كان صاعد المنصه. لا لا الوزير تجاوز الوزير الاستقال. اعتقد المعلومه الاكيده قالوا له اعتذر ولا استقيل، يعني فالحكومه هي وقفت مع هذول لان هذول القبيضه هي اللي قالوا ان تصريح وزير الدوله قال يخشون ان لو الوزير صعد رفض انه يستمر رجله هو رفض. أخ علي يقولون مثل ما يقولون الوزير دخل عش الدبابير،
هذول القبيضه من قاعد يقبضهم؟ يا الحكومه يا المحسوبين عليها. هذه القضيه راح الحين تتجاوز موضوع الاموال، راح تفتح لهم ابواب مسكره فيبون يسكرونها، فسكروها بسرعه وطمطموها بدقيقه. ولا يفترض انت واحده من ثنتين، يا انك تقف مع الوزير صحيح وان كلامه صحيح وان هذول النواب ذممهم ما هي زينه وبالتالي يقبضوا حسب ادعائه، فبالتالي يفترض هذه الحكومه ما تقعد على هالمجلس تعلن عدم التعاون معاه. يا رجل احنا في مجلس فبراير 2012 رئيس الوزراء عصب ونفض بشته على شنو؟ لما قلنا بنصوت على دمج الاستجوابين. دمج الاستجوابين، شوف القضيه بس اللي ينسحب على خضع الاغلبيه وقتها، ما خضعنا ولا شيء، والله ما خضعنا. وعبيت سحب ما خضعنا، سحب استجوابنا كيف احنا ما كان هم يبون يجرونا حق شيء بس احنا ما انجرينا. يعني استجبتوا لرئيس الوزراء؟ لا لا انا ما بك اطلع من نقطه، انا اعتقد انسحب وراح يبي عدم التعاون على خلاف لائحي، وموضوع مثل هذا قبض اموال وبيع ذمم وشراء نواب لضرب وزراء لانهم وقفوا ضد متنفذين، يقول حق الوزير استقيل او اعتذر. فبالتالي لازم يعرف الشعب الكويتي المصيبه شنو حجمها، شنو هالحكومه هذه اللي خاضعه لهذا المتنفذ اللي الوزير الابراهيم شال منه هذه المناقصه. وبعدين وصل رساله حق وزير الابراهيم لاي وزير، ان اي واحد يوقف طريق هذا المتنفذ مصيره مصير وزير الابراهيم. هذا المتنفذ اللي انسحبت منه المناقصه راح ترجع له مره ثانيه بعد ما شالوا الوزير، وراح تشوفون الايام. وسجل هذا الكلام علي، ما يصير، وين وصلنا احنا بالفساد؟ مو معقوله ثلاث ارباع يتحكمون في البلد، خذوا المناقصات وخذوا الاموال وخذوا القرار وخذوا المناصب وخلوا الكويتيين قاعدين كذي، ما يصير. هل احنا يبونا بعد كم سنه نصير كلنا عندها ثلاثة أربعة هم اللي يصرفون علينا وعيالنا يشتغلون عندهم ولا عندهم دواوين؟ غير مقبول هذا الشيء، ولا يمكن الكويتيين يسكتون عن هذا. انتم مساهمين شيء. مساهمين في هذا الوضع كونكم انتم اتخذتوا خيار المقاطعه وتخليتوا هذا خيار المقاطعه مو خيار علي. المقاطعه ما هي خيار، هذا واجب وطني. ما اقدر انا اقفز على الدستور واقفز على التاريخ اللي راح يسجلني يا بالخانه البيضاء او بالخانه السوداء. انقفز على الدستور واغتيلت اراده الامه وصار النظام الانتخابي بصوت واحد، وتبين انا اشارك على اي اساس اشارك؟ تحصن خلاص، ما حصن، احنا قلنا قبل لا يتحصن، خذينا راي قبل لا يتحصن على اساس نوصل رساله ان المحكمه السوريه ما تهيمن على النظام في البلد، النظام السياسي ما تهيمن عليه المحكمه السوريه. هذا قرار مبدئي وهذا مبدا سياسي متخذ ولا يمكن احنا نتراجع عنه. فبالتالي انت تبي ترسم لي خريطه على كيفك كسلطه تنفيذيه وتبي تخضع السلطه التشريعيه لك مثل ما سويت الان، وهذه النتيجه اللي احنا كنا خايفين منها، انه يوصل مجلس مدري هذا المجلس، مجلس مطواع، مجلس اعضاء عليهم شبه، هم يقولون عن نفسهم احنا نقبض، مجلس الوزراء قاعد يقولون عنهم انهم يقبضون، وين تبون توصلون البلد؟ في صار في قضيه يعني لجنه الاذاعات وسرب قبل يومين ان تم رد وصلهم قضيه الاذاعات وقضيه العقار، قالوا ان في قرابه 89 شخص بين نائب ووزير سابق، وبعض وقالوا ان بعض من كان يعني يجاهر بمحاربه ومكافحه الفساد اسمه متورط فيها في هذه العقارات. تتوقع ان قد هذا الكلام يوجه الى بعض نواب الاغلبيه المبطله ممكن يكونوا مساهمين في هذا الموضوع؟ والله شوف اي واحد فاسد احنا بريئين منه، من الاغلبيه، اخوي، قريبي، والله احنا بريئين من اي فاسد مهما كان، هذا واحد. لكن انا اتحداهم اخ علي، وهم تسعه قبيضه او 15 اللي احيلوا للنيابه في مجلس 2009 نعم للحين مو راضين يطلعون اساميهم. شنو يطلعون اساميهم؟ طلعت اساميهم عرفهم؟ لا ما طلعت اساميهم رسمي، قاعد تطلع عن طريق بعض النواب اللي حضروا اللجنه مثل الاخ رياض وغيره، هذول قاعد يطلعون، لكن رسمي ما يطلعون. احنا نقول ماشي احنا معاكم، عندكم 89 طلعوا اساميهم خلينا نعرفهم. ها مو بس يطلعون اساميهم اخ علي، يطلع اسمه واسم اللي اعطاه. انت بعد ما يصير انت تجي اللي تقول والله هذا فلان قبض، زين من قبضه؟ بس كون الحكومه يفترض انا بعطيك مثال، انا بعطيك مثال ودائما احنا نغفل عنه. احنا نروح حق طرف المشكله وننسى السبب الرئيسي. الفاسد فاسد، ما في نص فساد، ها؟ أوكي. اذا اللي قبض مزرعه او شاليه او قسيمه او اسطبل او عقار هذا فاسد، والله لو كان من كان، زين؟ والافسد منه اللي استقل امانته والسلطه ومقدرات البلد عشان يشتري الولاء السياسي عشان يوصل الى فساد اعظم منه، مثل موضوع الجنسيه.
لما الناس يقولون والله انسحبت الجنسية من فلان، انت بدال لا تروح حق اللي انسحبت منه الجنسية، روح حق اللي خان امانته وعطاء جنسية حق شخص يعتقد انه ما يستحق ويعتقد انه مخالف، مو تروح حق انسان واحد يثيب مباراه تقول بعطيك جنسيه. طيب هذا اللي جنسه وينه؟ ليش ما تكلمون عنه؟ ليش ما يحاسب؟ ليش ما يحال محاكم الوزراء؟ نعم. عشان تصير عبره حق غيره. اليوم اللي قاعد يصير، اذا كان هذا صحيح انه في اداره توثيق زودت المجلس، هذا اذا كان صحيح خلي يظهرونه. اي هذا السؤال، ما اتوقع انه قد يكون هذا الامر جزء منه او الغرض منه هو ضرب بعض المعارضين اللي هو يعني يضع شعار المعارضة ومن تحت قد يكون مشارك بالفساد، وبالتالي هذا ضرب. هذا الكلام أخي علي مو توه، طول عمرهم يتكلمون يحاولون يشككون في المعارضة، لأن ما عنده رد يرد عليك. هو الحين ما عنده، أنا مثلا الحين بتكلم لك بحقائق، ما يتكلم ويرد على الحقائق اللي أنا قاعد أقولها، راح يقول عبد اللطيف ولا علي عنده كذي وعنده كذي، فبالتالي يحاولون خلط الأوراق وتضيع الحقائق. بالتالي عندك اسم من المعارضة قدمه فضحه، احنا ضد اي فاسد، احنا ما احنا يعني ما عندنا حمية او فزعة حق اي شخص، لكن انك تتكلم كلام على عواهنا غير مقبول. احنا اصلا لما كنا نتكلم نقولهم في فساد يقولون ظهر الفساد روحوا قدموا النيابة، ما كانوا يقولون الكلام، احنا نرد عليهم كلامهم اللي يقولونه، نقولهم عندكم اسماء طلعوها، عندكم فاسدين كشفوهم، لكن نتكلم على عواهنا. اليوم احد الصحف تتهم تيارات معروفه بالقابضين، هذا كلام هذا ما يجوز. نتيجه للتسريب اللي صار قالوا تيارات سياسيه معكم، التسريب يظل ما هو حقيقه، الحقيقه انك تظهر الشيء بادلته. هل تعتقد ان مثل هذا التسريب، خلينا يعني نتكلم فيها، لان هو الصحيح في لجنه تحقيق على الاذاعات اللي صارت وتم توسعتها من 2006 الى 2010، يعني لما هذا لا يخلص المجلس ما راح تطلع هاي اللجنه. انا هذا اللي بوصله، انت تقول ما راح تطلع، ولكن هل تعتقد ان الاعلان عن مثل هذا الخبر يهدف الى خلينا نقول نوع من المساومه مع بعض النواب اللي هم خلينا نقول المعارضين السابقين، حتى يصير نوع من التسويه، لا يعلن لا عن هذا ولا عن هذا، نوع من خلينا نقول مخرج، ايجاد مخرج مثلا لمتورط حالي؟ والله شوف، انا اعتقد ان الحكومة قاعد تلعب وقاعد تحاول تضيع قضايا كثيرة كبيرة صايرة في البلد، وقاعد تضيع قضايا فساد بقضايا مثل ما تفضلت. بس أنت سألتني في بداية الحلقة بعض الناشطين أو بعض الشباب يتكلمون إيش ترد عليهم، الحين بتطلع لي هذه القضية، والله في ناس عندهم عقار، زين اللي عنده عقار هذا العقار توه طلع الحين يعني اليوم وأمس؟ طيب إذا كان موجود من 7 أو 8 أو 10 سنوات حقتكم تطلعون الحين؟ سوى في لجنه تحقيق، لجنه تحقيق صار لها سنتين من 2013 مشكله، صح لو مو صح؟ ايش معنى الحين ردوا؟ لا بس انتم شلون، فبالتالي لا يخلقون الامور. شلون تشكك في لجنه تحقيق فيها شخص كان معاكم انتم في الاغلبيه، في الاخ عبد الله طريجي بغض النظر كان معاكم بالاغلبيه وكان مشارك معاكم في اجتماعات، يظل في النهايه هذه كتله تكونت بعد انتخابات على مبادئ معينه، لا اعضائها ملائكه ولا هم معصومين ولا هم نازلين من السماء. عبد الله طريجي اخ عزيز والنعم فيه، لكن في النهايه اعماله كلها محل نقد ونظر، صح لو مو صح؟ عبد الله طريجي قاعد يرأس لجنه صار لها سنتين، ايش قاعد تسوي سنتين؟ لجنه اذاعات شو تسوي؟ انت عندك الاذاعات وعندك الاسماء، لا زين عفوا، وعندك الاسماء وعندك الشهاده وعندك الافادات، يا تظهر للناس وتقول هذول ناس قبضوا وخلي الناس يعرفون حقيقتهم. الحين تطلب لي عقار، باكر تطلب لي تقول بتشوف بعد عندهم شيء خارج الكويت خل لاحقهم ويطوف الاربع سنين وندري ما راح يطلعون شيء، شو يطلعون؟ يطلعون سواد وي. شنو ضمانتك انهم يطلعون شيء؟ ها؟ ليش وايد واثق انه ما راح يطلعون شيء يعني؟ شو يطلعون؟ لان يا رجل واحد من القبيضه عضو في اللجنه، وين رايحين يا علي احنا؟ واحد من اللي حول النيابه عضو في اللجنه، تقول لي راح يطلعون، اكو واحد يدين نفسه. أوكي. ما يجوز الكلام هذا. انت قاعد تاخذها على جهه معينه. مو جهه، هذا واقع ولا مو واقع؟ اوكي انت انا بسالك سؤال، واحد من المتهمين واللي راحوا النيابه ليس عضو في اللجنه الحاليه؟ عضو. وين قاعد اوكي لا بس ما يعني عيب اللي قاعد يسوونه بالشعب الكويتي. انت اليوم قاعد تتكلم بوجهه نظر ان هذا المجلس مو زين، لكن ليش ما تقيمه؟ وجهه نظر مو زين، هذا راي الشعب الكويتي. لا الشعب، انت وجهه نظرك تحين حاليا، خلي يسوون استبيان، خلي يشوفوا الشعب. اوكي لكن عبد الوهاب ليش ما تقول اليوم انت قاعد تقارن او قاعد تقيم مجلس الامه من زاويه معينه؟ خلينا نتكلم من زاويه ثانيه، زاويه التشريع. يعني التشريعات اللي موجوده اليوم، المجلس ايضا قاعد يفاخر بالتشريعات اللي موجوده، قاعد يأجل استجوابات، في يعني في كلام على مفاوضات لتأجيل استجوابات لان المجلس قاعد ينجز. كم الانجازات اللي موجود؟ ما تعتقد ان هذا الانجاز او هذه الانجازات
المفروض ان انتم توقفون تشيدون فيها؟ علي كم تشريع طلعوا؟ 20 30 زين وين الاشكال؟ الحكومه في 12 ديسمبر 2012 طلعت 25 او 26 قانون مرسوم ضروره. جلسه واحده طلعوهم 25 قانون. قانون منها قانون الشركات وقانون الصوت الواحد وقانون هيئه مكافحه الفساد اللي الحين طلعت لائحه تنفيذيه، ترى الحكومه طلعت قوانين كثيره. جلسه واحده الحكومه طلعت مجلس وزراء مرسوم ضروره وكلها ماشيه صارت قوانين. زين يو المجلس ورها. العله الحين احنا ما عندنا، من قال بالكويت عندنا مشكله قوانين؟ انا اتحدى اي واحد يقول عندنا. هم اصلا تختلف في جلسه قبل اسبوعين قاموا كذا واحد من اعضاء المجلس الحالي وقالوا هذه القوانين الحكومه ما تطبقها، ولو واحد تنفيذيه تقعد اربع وخمس سنين ما تطبقها. احنا ما عندنا مشكله. وزير الدوله قال 20% بس باقي 80% كلها. لا مو صحيح، مو صحيح. شو مو صحيح؟ في قوانين، اعطيك مثال وانا دائما اضربه وللحين بضربه، قانون اللي هو هيئه مكافحه حماية المنافسة وكسر الاحتكار من 2007. احنا كم الحين علي؟ 2015. وينه؟ هيئة العلمك معلنة ولائحة تنفيذية صادرة ولها مجلس مشكل وياخذ رواتب. وين الهيئة؟ وين اعمالها؟ وين حماية المنافسة؟ وين الاسعار اللي انخفضت؟ انت تطلع لي قوانين، ما عندك مجلس يراقب زين ويضمن ان تطبق هذه القوانين. لا لا تطلع قوانين ما لها قيمة. المجلس ما يراقب هذا، مجلس يشرع والعلم هاي القوانين كلها تشرع على هوى الحكومة أو على هوى المتنفذين، مثل ما راح يصير الحين في قانون اللي هو الوكالات التجارية. مضحك هذا القانون، راح تلقى قرارات اللجنة رأي الحكومة ورأي الغرفة، اللجنة تروح حق رأي الغرفة ما تروح حتى رأي الحكومة. تحس أن في متنفذين حتى أقوى من الحكومة في قانون الوكالات راح يطرح، وان شاء الله يعني كله وقفه شعبيه، لان للاسف راح يعني في خسائر كبيره على الشعب الكويتي وفي مكاسب كبيره حق بعض المتنفذين اللي يبون يعني يستغلون الوضع القائم حق مصالحهم. بس تختلف ان هذا المجلس تقدر تسميه مجلس انجاز من ناحيه تشريعيه؟ لا لا ما له قيمه. ليش؟ انا اقول لك الانجاز لما تنجز لي قوانين لصالح المواطن، لما تنجز لي قوانين لصالح الحريات، لما تنجز لي قوانين يعني فيها طموح للناس، لكن انت قاعد تطلع لي قوانين عامه وقوانين اصلا كثير منها كانوا موجوده احنا اشتغلنا فيها كانت جاهزه للتصويت مثلا وابطل المجلس او حل، فياخذها ويقدمها. اوكي. فالنهايه انا اعتقد قانون بلا رقابه ما له قيمه. الحديث على القوانين، رايك بقيام النائب نبيل فضل بالطعن على قانون منع الاختلاط امام المحكمه الدستوريه؟ خاصة أن أنتم في فترات سابقة كنتوا تطالبون بتطبيق منع الاختلاط على الجامعات الخاصة وأيضا على هذا حد القانون اللي ما يطبق. هذا السؤال، إذا رأيك في هذا الطعن يعني، وهل ترى بأن اللجوء إلى المحكمة الدستورية هو أمر محمود في هذه الحالة خاصة من نائب ولا لا؟ ما استخدم وسيلته خلينا نقول أدواته داخل مجلس وما لجأ إلى المحكمة الدستورية لأن آمن أن هذا أمر غير دستوري، رأيك فيه بس بعد الفاصل. أعود لكم من جديد مشاهدينا الكرام. أبو عبد الوهاب، سألت قبل الفاصل عن قيام النائب نبيل الفضل بالطعن على قانون منع الاختلاط أمام المحكمة الدستورية، رأيك فيه؟ والله شوف يعني أنا في البداية يعني أوجه نصيحة حق الأخ نبيل الفضل، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لقد أعذر الله إلى رجل بلغ الستين، وأنت تجاوزت الستين وللحين قاعد طالب باختلاط وغيره، يعني يفترض أن أنت أكبر من هذا الشيء. دولة يعني مدنية يعني؟ إي حتى دولة مدنية يعني. بالتالي المادة الثانية من الدستور تقول دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي من مصادر التشريع، وتقول أيضا المذكرة التفسيرية أن هذا يحمل المشرع أمانة الأخذ بأحكام الشريعة ما وسعه ذلك. فبالتالي لما يصير قانون أصلا يعني حتى موضوع الفصل بين الجنسين أصلا في دراسات علمية تربوية كبيرة أن الفصل له فوائد كبيرة جدا، ناهيك عن يعني الأصل هو اللي هو الناحية الشرعية. فاعتقد هذا من الانجازات اللي تقولها ان هذا المجلس
خلاك تذهب للمحكمة السورية مباشرة على أساس ينقون كل مشاريع إسلامية وفيها ثوابت يخلونها عرضة للطعن والإسقاط. أنا أقول حق نبيل إذا أنت يعني شاطر وعندك همة قدم تعديل خل هذا المجلس يعدله. ليش؟ او يلغي محكمة دستورية. ليش يلغي؟ انت ليش تروح حق المحكمة؟ انت كمجلس هذا قانون. لا عشان تنظر في دستوريته يعني. ماشي، انت ايش حق تروح؟ انت مو نائب. النائب عندك ادواتك في مجلس الامة. المجلس الامة عنده صلاحية مثل المحكمة الدستورية. المحكمة الدستورية تقول مدستور، طيب المجلس ممكن يلغي عدل او يلغي المواد اللي مو عاجبه الاخ نبيل، ليش ما يتقدم فيه؟ تدري ليش؟ يعني وايد نواب راح يصير عليهم كلفة اذا ما طرح هذا القانون بالتصويت عليه، كلفه شعبيه على الاقل وضغط شعبي راح يصير عليهم فيخافون. فقال اروح انا هناك بروحي المحكمه وعلى الاقل اثبت راي، وارجو انه يعني الاخ نبيل ما يكون انه اطرحه يوم الاربعاء عقب استقاله الابراهيم عشان يضيع سالفه الابراهيم. تقول متعمد يعني؟ يعني ارجو انه لا يكون متعمد يعني، بس شكله كذي. وليش يعني تحطها كذي؟ تبي يغطي السالفه؟ شو توقيته ايش حق الحين يعني؟ عقب ما صار صيعه الابراهيم عشان يضيع السالفه؟ طيب انت قانون قار له من سنه كان يكون ثاني يوم هو نفسه ولا تو النبي الفضل صار ليبرالي هو يعني. منتقد من منتقدي الابراهيم هو من طلب يعني هو من طلب احاله مناقصه اعتقد المطار الى الديوان الاميري لان قال هذا معناته طرح ثقه بالوزير الابراهيم. لا هو شوف المشاريع اذا احيلت لديوان الاميري هذا طرح ثقه برئيس الوزراء وحكومته كلها. ليش؟ لان ديوان الاميري ما يثق في ترميمات ب 20 مليون لاستاذ جابر بالحكومه. شلون اثق بالحكومه ب 30 او 36 مليار بخطه تنميه؟ فهمني يا اخ علي، فهمني. ما يثقون فيهم 20 مليار استاذ جابر ديوان الاميري خذا لان يقول كذا انت الحكومه ما تعرفون تشتغلون. طيب يفترض ان الاولى ان 30 مليار مال خطه تنميه ايضا هذه حكومه غير مؤهله. انا ما ادري يعني في اشياء مو قادرين نستوعبها. قبل اعتقد من شهر يمكن اللي هو صار من لما وجه سمو رئيس الوزراء خطاب الى الوزارات عن طريق الامانه العامه. هذا مصيبه. هذا ما تشوف انه يعني نوع من التطور ونوع من الشفافيه والصراحه؟ هذا نوع من الكارثه علي. رئيس وزراء يقول انت رئيس الحكومه وتقول مرافقنا الحكوميه ما تمشوا معاملتك الا بالرشوه. وين قاعدين؟ لو في خلينا نقول انا بالله ما عليك في الراس الرجل بالله خرج لو عنده مجلس عليه القيمه خرج ويمثل الامه يجرى يتكلم هالكلام؟ اقسم بالله انه ما يقعد يوم واحد على بنصبه. بالعكس شوف ريال يقول لك انا حكومتي اللي انا ارأسها ووزاراتي اللي انا ارأسهم واشرف عليهم يتفشى فيهم الرشوه وقبلها عفوا تراكمات. هذه تراكمات مو تراكمات. انت شنو سويت؟ هذا شيء. لما يقول خطه التنميه ما نقدر نطبقها احد تصريحات الفهلويه اللي رئيس الوزراء اللي دائما يقولها يقول لان كثير من القياديين مو مستوعبين لانهم متعينين بالواسطه. انزين انا بسالك يا شيخ جابر، انت صار لك الحين تقريبا 4 سنوات او 5 سنوات رئيس وزراء، يعني جميع القياديين اذا ما انت عينتهم جدت لهم، عدل يا علي؟ شلون تطلع تقول كلهم معينين بالواسطه؟ معناته انت يا معينهم يا مجدد لهم. وتقول خطه تنميه ما تشتغل لان القياديين معينين بالواسطه، يعني رئيس وزراء يطلع لك يبطل لك صدره يقول لك انا عندي رشوه، انا القياديين عندي معينين بالواسطه ولا حد يتكلم. ما تشوف معناته كلام؟ ليش ما تشوف معناته كلام هذا العضو اللي قال يعطينا فلوس تارس عينهم ما يقدروا يتكلمون؟ هو يقول لك عندنا رشوه تقول لي شفافيه؟ فضيحه هذه. لا نوع من انك خلاص انت لما تحط ايدك على الجر لابد انك تتكلم. رجل واجه يعني جر هذا فضيحه. رئيس وزراء انت ما تقول كذي. انت تروح حق المرتشي تحاسبه وتحول النيابه وتروح حق اللي تستر عليه وتروح حق الوزير اللي عنده رشوه وبوزارته ومنتشره بوزارته تشيله وتشيل الطاقم ماله كله. مو تروح يعني مسوي نفسك عندك شفافيه. انت مو عضو مجلس امه الزايد بالتصريحات. انت رئيس وزراء عندك سلطه تروح تنفذ مباشره. قاعد تسابق الناس بالتصريحات الصحفيه اللي الله يعلم شلون قاعد يقولها. انا مستغرب يعني. اوكي والله مستغرب. خل اقول لك المجلس في الجلسه المقبله رايح على صوت الواحد للانديه، تعديل قوانين الرياضيه وصوت الواحد للانديه. تعتقد ان هذا القانون يعني شيء جيد انه يتحقق فيه في صوت الواحد في الانديه ولا لا؟ والله شوف مبدا صوت الواحد مرفوض في الانديه، في الجمعيه التعاونيه، في المجلس الامه. انا اعتقد هذا مبدا ما يحقق يعني يساوي العدد الضخم بالعدد القليل ويخلي الاقليات هي اللي تسيطر وعكس هذا المفهوم اللي هو مفهوم الانتخابات ومفهوم الديمقراطيه انه هو الحكم للاكثريه والاغلبيه. اوكي فبالتالي هذا اعتقد مرفوض. ولكن هم عليهم ضغط الان
بان شلون ان مجلس الامه صوت واحد والجمعيات سوتها صوت واحد وخليته انديه. فاعتقد صار عليهم نوع من هذا الضغط فبيتوجهون حق الانديه، واعتقد الانديه هم عندهم مشكله بالانديه، لان الانديه فيها خلاف، في انديه فيها 10 محسوبه مثلا على الشيخ طلال واربعه مثلا مو محسوبين، فيمكن خسائرهم اقل من خسائر الشيخ. يعني حرب 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 هذه طبعا لا تقول لي مبدا. لا مش مبدا، لا ما في مبدا، خلي يطبقونه بغرفه التجاره. شو اللي يمنع؟ ممكن يلا خلينا نشوف ايش معنى ينقون. انت بتسوي قانون، سوي قانون موحد صح ولا مو صح؟ سوي جمعياتنا في العام والانديه الرياضيه وغرفه التجاره، انت سويتها بال يعني الاساس مجلس الامه عدل يا علي، عايزان تسويها بغرفه التجاره ولا بالجمعياتنا في العام والانديه الرياضيه؟ يا تطبق على الجميع، لكن تصير انتقائي هني انا اتهمك بانك عندك مصالح. الحديث على جمعيات النفع العام اللي صار في الانتقاد اللي وجهه النواب الى جمعيه الشفافيه. طبعا انا ضد صوت الواحد لكن انا اضرب لك مثال بس. اوكي جمعيات الشفافيه، جمعيه الشفافيه اللي صار عليها شو اللي صار يعني بالضبط؟ جمعيه الشفافيه انا ما عندي معلومات عنها، لكن هي جمعيه نفع عام خاضعه لرقابه وزاره الشؤون صح لو مو صح؟ فبالتالي اذا في انتم تقولون اي قصور في وزاره الشؤون حاسبوها صح لو مو صح؟ اما الطرح والفرقعات الاعلاميه هذه ما ادري يعني ما اعتقد شنو قيمتها الا اللهم صراع، يعتقدون ان في تيار معين ماسك هذه الجمعيه ويبون يهاجمونه يعني، او اذا في امور ثانيه بامكانهم اللجوء للقضاء، بامكانهم اللجوء لوزاره الشؤون وغيره. اذا في امور ماليه اعتقد جمعيات النفع العام عليها ايضا مدققين ماليين موضوعين من الجمعيات العموميه. المجلس يقفل ايضا في الجلسه المقبله على جدول اعمال قانون التجنيد. تعتقد احنا اليوم بحاجه لمثل هذا القانون؟ والله قانون التجنيد الزامي يعني اعتقد انه جرب من قبل كان قانون فاشل وفي سلبيات وايده، وانا اعتقد ان احنا يعني بالكويت يعني دوله صغيره يعني وعندك اتفاقيات امنيه مع 5 دول عظمى، يعني اتوقع لو توجه الشعب الكويتي الى العمل المدني المنتج التنموي احسن من تعسكر الجيش كله. يعني احنا حتى احنا كبلد يعني ما فينا طاقه لا ندش حرب ولا احنا وزننا، احنا مو معناته احنا نسيبها، لكن انا اتكلم عن جدوى كجدوى يعني عرفت؟ اوكي وهم مخففين مخلينا اعتقد سنه وتدش الصيف تطلع يعني على الخفيف، ولكن انا اعتقد ما هي يعني هذا القانون، انا اعتقد قانون شوف مثل التجنيد الالزامي وغيره ما اعتقد هي قضيه البلد الان، في قضايا اهم اكبر ويعني لابد ان التطرق لها. يعني موضوع انت تقول لي التجنيد الالزامي وانا اعتقد بعد سنتين ثلاث الشباب راح يتخرجون من الجامعه ويقعدون ببيوتهم، الدوله ما راح تقدر تستوعبهم. الاموال البترول قاعد ينزل وفلوسنا قاعد تروح مليارات حق دول ثانيه. انتوا قاعد قاعد تي حق المواطن الحين ينزل البترول تي حق المواطن تقول اقطع لك الكهرباء الماي ولا روح ادفع ترفع الرسوم تقول بحط ضرائب عدل زين. وفي نفس الوقت تروح تعطي مليارات كل سنه 4 مليار زين تقتر على الشعب وتروح تدفع فلوسك برا والبترول قاعد ينزل والوظائف ما تضمنها حتى بعد سنتين. هذا مو كلامي، هذا كلام اللي هو تقرير بلير والبنك الدولي كل المؤسسات العالميه اللي قاعد تسوي دراسات حق الحكومه هي اللي قاعد تقول هذا الكلام. انا اعتقد هذا المفروض يهتمون له، هذه المشكله الرئيسيه اللي راح نواجهها مستقبلنا. اما موضوع التجنيد ما تجنيد هذه مواضيع يعني صار التجنيد او ما صار التجنيد ما هي قضيه. اللي صار في الفتره الاخيره خاصه يعني من مغردين وتعدي على دول وسفارات هذه الدول بدات تشتكي اليوم في اكثر من هذه مصيبه ثانيه، هذه مصيبه. لا في فتره سابقه كان يتم انتقاد اي شخص يتعدى على دوله خليجيه. ليش اليوم انقلب؟ ما تشوف انه مو دوله خليجيه كل الدول، اي سفاره تشتكي عليك يزرونك يحبسونك. ليش تعدى على دول؟ هو مو تعدي، هل انا الحين لما اقول ايران دولة تضمر الشر للكويت تعديت عليها باكر السفيران يشتكي علي ويحاولون النيابة؟ أنا ما قلت هالكلام، هذا في حكم نهائي صادر في الشبكة الدجسية 50 صفحة. أنا أقول حق كل مواطن اقراها راح يحوشك الرعب من اللي كانوا بيسوونه بالكويت هذول. هذا القضاء اللي قال مو أنا اللي قلت، أنا الحين لما أتكلم وأقرا حكم قضائي بالتلفزيون بإدانة للحكومة الإيرانية أنها كانت تضمر الشر بالكويت أنا هني تلومني؟ شو هالكلام الفاضي هذا؟ أنا لما الدستور يقول المال العام حرمه وحمايته واجب على كل مواطن، لما انا اشوف الحكومه الكويتيه تغدق بالمليارات على مني ومنك
ولما اتكلم عن المال العام اللي قال الدستور واجبك تدافع عنه، اقل واجب اسويه على الاقل اتكلم اقول هذا غلط. إيه بس هذا توجيه مو صحيح. التعدي على انت تقولي تعدي مو تعدي التعدي على دول خليجيه اللي خلص سفارات. انا بس سؤال، التعدي على انا تعديت وانت تعديت يخلون علي يمسكون عبد اللطيف، اي قانون هذا؟ اي عداله؟ اي انتقائيه اللي قاعد يسوونها؟ في ناس في كتاب ما خلوا شيء بقطر، ما بقى شيء الا يقول يبوا اللي يفجرون بليبيا خلي يفجرون بقطر، ما مسكوا، صح لو مو صح؟ وفي واحد انتقد قال انا والله كذا على هالدوله او راي موضوعي، راحوا جروه قطوه اربعه ايام بالسجن، وواحد ماسكينه الحين منزلينه من سيارته ومسوي له فرقه وقابضين عليه. ايش دعوه؟ انت عليك قضيه، اطرش له تكليف بالحضور. الكلام اذا ما حضر وزاره الداخليه ردت وقالت ان احنا استدعينا، ما هي ما مراضي قدم غيابي. يا اخي شو المشكله؟ شنو سوى؟ ذابحه ولا يا اخي لا هو قاتل ولا هو ناهب المال العام مثل اللي تعرفونهم قاعد يصرحون. يا رجل طلع واحد شيخ من الاسره قبل اسبوعين ما خلى احد ما سبه وطعنه، وين ما جبتوه؟ ولا قبضتوا عليه ولا كلفتوه بالحضور ولا قدمتوا مخالفه مرئي مسموع؟ يا وزير الاعلام اللي بس انت ما تشوف ولا قدامك كل المعارضه، اي واحد من المعارضه حاط عليه ابد الزوم من بكلمه خالف مرئي ومسموع، ليش ما تقدر على الشيوخ؟ طلع شيخ ما خلى حتى اتهم، خون الناس وخون المعارضه انهم كانوا يتامرون مع صدام لاحتلال الكويت. اكو اكبر من هالكلامك علي؟ شنو هالانتقائيه؟ انا بقول بتطبق قانون، يا تطبقه على الجميع ولا استريح مكانك. اوكي يصير. احد الاخوه في تويتر اخ مراقب يسالك الاخ العميري، هل صحيح ما الشيعة انكم قمتم بطرد ممثل المسار الاخ الفاضل باسل الجاسر حين ارادوا الانضمام لكم؟ وين انضمام لنا؟ في كلام صار ان المسار يبي نوع من انه الالتقاء حول نقاط معينه وفي نوع من الترتيب، ولكن هناك رفض لان يكون ممثل المسار او احد من المسار ينضم لكم، وهذا النقد يعني واجه. في الغالبيه؟ لا يعني من باب مع المعارضه والتنسيق. لا الغالبيه ما يعني الغالبيه النواب 2012 لا حد يدش، يعني ما هي تيارات وغيره يعني ولا يانا الاخ باسل ولا غيره يعني ما حد يانا يعني على اساس يمكن راح حق اجتماع التيارات. انا تيارات ما, ما حضرت امانه، ما ادري يعني انا ما حضرت اجتماع اساس فما عندي معلومه عنه امانه. زين بالنسبه على بالحديث على التيارات يعني الى متى الانقسام في التجمع السلفي؟ لا ما في انقسام كثر ما هو يعني كلام قاعد نكرره، هو وجهات نظر وكل واحد قاعد يقول وجهه نظره، بس اعتقد الان ما في ذاك التباين الكبير. يمكن كثير من البيانات قاعد تصدر التجمع السلفي بيانات جيده الان وقاعد توجه الى قضايا الفساد ولقضايا القوانين السيئه اللي قاعد يصدرها هذا. هل هناك تحول بالراي في التجمع السلفي الى الراي اللي يميل لكم انتم اكثر؟ لا لا هو شوف هو عموما التجمع السلفي انا يعني نعرفه هو تجمع نقي، ناس قاعد تجتهد، يصير في خلافات لكن يظل انا بوجهه نظري يعني هو التجمع السياسي يعني الاكثر يعني ثبات كمواقف ومبادئ. فبالتالي يمكن قاعد تشوف احنا يعني الفتره الاخيره امانه البيانات قاعد تصدر في قضايا قاعد توجهها بشكل جيد يعني. وفي النهايه احنا السلفيين معروفين احنا لا احنا ناس حزبيين زين ولا عندنا مثل هذه الامور، نمشي وراء الحق ونتبع يعني. توقعك يعني خاصه على اخر شيء يعني الامور الى اين تتجه اليوم في الكويت؟ تتوقع ان في انفراجه سياسيه؟ في تسويات ممكن تصير؟ والله شوف تسويات خاصه ما تتوقع ان ابو عبد الله احنا اليوم يعني بهالوضع هذا بحاجة إلى مبادرة، بحاجة إلى شيء يعني مو من غير المعقول أن يبقى الوضع كما هو عليه، كل فريق متعنت، كل واحد مو راضي يعني متمسك برأيه، والأخير المواطن والوطن هو يدفع الثمن. ما تشوف أن الآن الأوان اللي تصير هناك مبادرة يعني خلاص وصل الوضع إلى بعد هو تشوف على المبادرة حق اللي بيد السلطة وبيد القرار وبيد المقدرات وبيد الأجهزة، هذا هو اللي بادر، ما تي حق طرف مثل المعارضه. هم الان هم اشخاص ماخذين مبدا وموقف وثابتين عليه، ما بيدهم اي شيء. طيب منو اللي المفروض يبادر؟ المفروض يبادر اللي عنده الامكانيات وعنده السلطه وعنده القرار ويملك اجهزه الدوله كلها، هذا المفروض يتنازل، مو على اساس اني انا يعني كحكومه وكذا عندنا كل شيء حوالينا خلاص ما احنا رادين على احد. انت في النهايه مشكلتك مو مع المعارضه، وانا اكرر مشكلتكم مو مع المعارضه، صدقوني مشكلتكم مع سواد عظيم من الشعب الكويتي. وشوفوا لكم ناس مخلصين يسووا لكم استبيانات راح تعرفون شنو حجم النقمه الشعبيه عليكم. فبالتالي انتم مو مشكلتكم معانا، واحنا عباره عن يعني نمثل جزء من نبض الشعب الكويتي. روحوا سالوا
واذا احنا كلامنا غلط او احنا ما نمثل تكسع اخذوا القرار اللي تشوفونه، لكن الكل متاكد ان الوضع سيء جدا. نعم. اللي المفروض يبادر اللي شرع الصوت الواحد ودانا حق الوضع السيء هو الحكومه. زين وافعالها. لا بس فبالتالي اللي سوى المشكله هو لازم يبادر، مو الضحيه. انتم عندكم مبادره او ان عندكم تقبل، يعني انت اللي معروف عنكم يا تشيلون صوت الواحد ولا ما نتفاوض؟ لا لا لا، احنا نشوف بعد ايضا من الظلم انك علي تختزل مطالبنا. صوت الواحد سبب رئيسي للمشكله، لكن احنا طلعنا بيان بشهر 7 2012 حطينا مطالب من 3 صفحات، عرفت؟ الان ايضا اطلقنا على الاقل اهداف مرحليه حاليه، مثل حل مجلس الحكومه، العوده للشرعيه الدستوريه، اطلاق سبيل الشباب اللي انقطعوا بالسجن على كلمه. مجرم يبوق مليارات ولا يسوي مخدرات ما ينسجن، يقول رايح حتى ما عنده سوابق ينقط بالسجن، صح لا مو صح؟ واحد يتعدى على مقام الرسول صلى الله عليه وسلم، اعلى مقام في الدنيا، غرامه. واحد يكتب تويته على دوله ولا مني من هناك ينقط بالسجن 2 و3. موضوع سحب الجنازي، الناس اللي انسحبت، زين انت غلطت تسحب جنسيه 57 من اهلك، والسحب باطل يعني وخطا بدليل. يا اخ علي صار لهم 7 اشهر وقفوا السحب، ايش حقه؟ لو كان مثل ما قال رئيس الوزراء السحب مستمر ولن يتوقف، صح لو مو صح؟ ليش وقفتوا؟ لانكم على باطل تدركون هذا الشيء، والقضاء اصلا حتى بعض الدوائر في القضاء قاموا تتدخل وتبطل قرارات مجلس الوزراء، صح لو مو صح؟ اللي كانوا يقولون انها سياديه. فبالتالي احنا مطالبنا واضحه، على الاقل المرحليه معلنه، وكلها مطالب حقه ما فيها تعسف. لكن اللي بداله تكلمني اتمنى يجيب واحد من الوزراء، واحد يمثل السلطه التنفيذيه، وخليه يتكلم عن التعنت اللي قاعد يسوونه وعن الضياع المضيعين في البلد. مو تي حق المعارضه واطراف ما تملك الا رايها وثباتها على مبدا وعلى موقف وتطلب منه ما لا يستطاع. مو منطق هذا. وبالتالي انت متفائل في المرحله المقبله ولا تشوف ان الوضع لا؟ والله شوف، اذا واحد كتفائل يتفائل بالله عز وجل. لا ممكن. بان الله عز وجل بيده مقاليد الامور، هو اللي يغير كل شيء. لكن تقول لي حسب المستجدات الموجوده، لا والله ما تدعو للتفاؤل. ما تدعو للتفاؤل. ولكن احنا املنا بالله كبير. حتى انت لما تقول لما يصير حل مجلس الامه اليوم، على اي اساس ينحل؟ على اساس انه مرفوض شعبيا هذا. ماشي المجلس قاعد يشرع، شنو مرفوض شرع؟ قلت لك الحكومه تشرع، حكومه بجلسه واحده طلعت 27 ما طلعهم مجلس بسنه. مو قضيتي تشريع انا. انا ابي مجلس يمثلني، ما ابي مجلس اعضاء قابضين بشهاده وزير. ما يصير. دائما نتكلم ونقول دائما ان شاء الله نكون متفائلين. ان شاء الله، احنا قلت لك تفائل بالله عز وجل، لكن المعطيات لا ما تدعو للتفائل، لكن ان شاء الله املنا بالله هو الاصل، الامل بالله عز وجل. نعم بالله عز وجل. النائب السابق عبد اللطيف العميري مشكور لحضورك معنا هذه الحلقه، وان شاء الله تتكرر في لقاءات اخرى. مشاهدينا الكرام، دكتور شفيق الغبره بعد الفاصل.